يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله القول بأنه لا يعبد الله إلا بما هو واجب أو مستحب، أليست عبادة الله تكون أيضا بترك المنهيات؟ هو داخل في الواجب، ترك المحرم واجب، يجب عليك أن تترك المحرم. فالواجب ينقسم إلى قسمين، فعل الطاعة وترك المعصية. نعم، يجب عليك ترك المعصية. نعم.